اخبرك بعد يا عمد فانت انصار ابوي حسين كلها وكلها البيت وعساك ان شاء الله تأمنين. زينب سمعت وصاحت علي الاكبر دفن توين تدري والده يحبه شباب وفرقته صبع صعبه قالها وان مرت قلبه علي الاكبر يا عم صار عند حسين ابو قبره. زينب سمعت ونادت انشدك يا علي نشدك يا عم عادت الميت يصير على التراب خد شلون دفنت اخوي حسين يا عم ورهسنا شلون دفنت اخوي حسين يا عم وراس ما عنده اوالي يقللها وهم الدمعه ثقل همه وحنا ضلعه يقلها واختلف وضعه يا عم بدال راس حسين صار على التراب نحره التوت وتحسرت زينب وقالت والدمع يجري انشدك عن ابو فاضل اخوي اللي كفل خير انشدك عن ابو فاضل اخوي اللي كفل خدري انشدك عن ابو فاضل اخوي اللي كفل خدري يا عم شلون دفنت يا عم يا عم احجي واخبرني شلعت السهم من عينه دفنت ويا يا عم الجود شاوينا جيت وما جبت وياك جودة ورايته يقلها عن ابو فاضل وجوده لا تنشديني يا عم بعلتي وصواب حامض ضعن خليني شفت عينه وشفينا بعيني لا عمت عينه شفت عينه وشفينا بعيني لا عمت عيني مع هم وعظم قيد دفنت حامض ضعن بيدي وقلت يا حسرتي زيدي وزادت حسرتي لكن يا عم اش تنفع الحسرة يا عم يا عم كثرة الحسرات والهم والحزن شيفي انت ميسر وانا ابتليت بجامعة يا عم وبعد ما ندري من عدنا العدو شيريد قول انذبح والينا ليش القوم تسبين قول انذبح والينا ليش القوم تسبينا اش كثر وصى النبي بينا احفظوا عترتي بعده وهذه حالة العتر يقول قام يخبرها جمعت اوصال ابي في بارية وزينب تلطم النسوان وياها ضجيج يقولون اخذت به جانبا قالت يا عم شلون جرح بالقلب جان مضمت من دفنت له على يا عم شلون جرح بالقلب جان مضمت من دفنت له على خزان قال له دفنت حسين عريان وسط الفارية مجمع قامت وحدة خبرني على الأكبر ولادي كانت شافتها فرحت قال لها تحت رجل الحسين وصرخت ثانية خبرني عن القاسم قالها وين الأنصار وحدة تقوم أخوي عمي هنا يقولون أقبلت الرباب وقفت أمام زين العابدين الله أكبر اجت ولي الرباب
تقل ويان جابر ابني اسد انا اريد اقعد على قبره ونوحه وبفضل دموعه بزم قال لها رباب لما اردت الخروج من قبر ابي قبلته في نحره فسمعته يقول بني علي والسدر ليعينك واجعل صدره على صدري ونحره على نحري يا ابويا لطيفي الخلى على صدري وبهدا يحط نحره على نحري رضيعي وترى مذبوح بيت الختام يقولون زينب ظلت تلوج تلوج بالخريبة والسجاد يقول هودي عليك قالت هو يدفن من رسول الله في بحرها شلون انتي يصير يا ابن اخوي قل لك الميت يريد يموت تحضر كل عمامة عليه هذا يقبل بخده ذاك يطيح ويشم بيه بس حسين لما مات ظل الشمر يرفس اسالكم الدعاء والعود عليكم اسالكم الدعاء يا فاطمة الزهراء اسالكم الدعاء جميعا هاي ابيات الختامية كل سنة ان شاء الله ناديت بالله نشتك ماي شربت يا دفايا خيط قلب العود فد حسين رد علي عطشان اخيله شراب قطرة امي هين الدفن تتشايان رشيت البنية بل جترد روحة تراه وما تلفى شامل بقلبه من تجور رب راح جره نزل بيده ترى مكسور صدره لما وقع لعبت عليه الخيل بيده الكل وياي بالله يا حفار القبور وسع مكان بهداي عد راس القلب دش لعزانه قل له وخيتك شمعت من اللومه